الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور الشريف حمد وزير البحث العلمي، السيد الأستاذ الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، زملائي وأصدقائي الأعزاء أعضاء لجنة تدوير Steering Committee of AES، I would like دكتور سامح سرور، دكتور غادة مسعوني، دكتور أمل أمين، دكتور شيرين العجهودي، دكتور محمد فرج، شريف الخميسي، نادية الأنصاري، ومنسق البرنامج أو المشروع الأستاذة ياسمين سمير، وكل زملاء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكل الضيوف الأعزاء، أهلا بكم جميعا في افتتاح أو في حفل افتتاح أكاديمية الشباب المصرية للعلوم. أكاديمية الشباب هي مشروع الدولة المصرية ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتمكين الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا. مصر كمجتمع فتي، أكثر من ثلثين السكان من الشباب، هناك ثورتين قام بها الشباب، فلا بد من أن يكون هناك يعني دور واضح ومحدد المعالم للشباب في كل مناحي العلوم، في كل مناحي الدولة بما فيهم العلوم والتكنولوجيا. ففي مجال العلوم والتكنولوجيا أكاديمية الشباب هي المشروع القومي لتمكين الشباب في العلوم والتكنولوجيا إذا صح التعبير. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ستوفر كل الدعم، الدعم الفني، الدعم الأدبي، الدعم اللوجستي، الدعم المادي أيضا. أعضاء أكاديمية الشباب اللي تم اختيارهم 15 عضو اللي هم أول مجموعة في أكاديمية الشباب، تم اختيارهم من أكثر من 800 عضو، كل الأعضاء حاصلين على الدرجات الدكتوراه من أعرق الجامعات العالمية والمصرية، كلهم أقل من 40 سنة، كلهم يتميزوا بتاريخ علمي مشرف. بجد نحن نفخر بعلماء مصر من الشباب في الداخل، طبعا في الداخل وفي الخارج، ولكن لا يمكن أن دولة تمتلك كل هذه الثروة من الموارد البشرية المؤهلة على أعلى مستوى وما تستفدش منهم بالاستفادة القصوى. مصر في مرحلة حرجة هذه الأيام، تعد للمستقبل، تخطط للمستقبل، هناك العديد من المشروعات القومية العملاقة، فلا يمكن أن يتم التخطيط لمشروعات عملاقة أو لخطط استراتيجية تنفذ في 2020 أو 2030 أو 50، واللي هينفذ هذه المشروعات هم الشباب، ويتم التخطيط بمعزل عن الشباب بدون السماع، مش السماع هو هنا مش هيبقى مجرد السماع، بدون أن يعني يعلنوا عن رأيهم ويتم الأخذ به في تخطيط للعلوم والتكنولوجيا. أكاديمية العلوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اللي هي الأكاديمية الأم، اللي هي بيت العلماء المصريين، كل علماء مصر سواء كانوا الشباب أو الشيوخ العلماء، العلماء في الداخل أو العلماء في الخارج، الطلاب، طلاب الدراسات العليا، ما قبل الدراسات العليا، المبتكرين، المخترعين، حتى النشأ، الأكاديمية لديها برنامج متكامل لتطوير تعليم لدعم العلوم والتكنولوجيا في المجتمع المصري. لدينا برامج للنشأ في مراحل التعليم الإلزامي وحتى في مراحل في روضة الأطفال، وهو البرنامج المعروف أو الذي يعني عرف إعلاميا بجامعة الطفل، وهو أيضا برنامج يهدف إلى تحبيب الأطفال في تعليم العلوم والرياضيات وتبسيط العلوم وتعليم العلوم بطريقة جذابة ومبتكرة وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة. هناك عزوف عن التعليم العلمي، فلا بد أن نبدأ من مراحل مبكرة جدا. فكان مشروع جامعة الطفل، وجامعة الطفل باختصار هي كل جامعات مصر هي جامعات للأطفال، الجامعات هي مؤسسات وطنية لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى رسالتها التعليمية ورسالتها في البحث العلمي، فهي مؤسسات وطنية لخدمة المجتمع. إذا كنا بنتكلم عن انتماء وربط الأطفال وربط المجتمع بالجامعة، فلا بد أن تفتح سيادة الوزير الجامعة أبوابها للأطفال ومحب العلوم. كل جامعة هتشارك في برنامج جامعة الطفل، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هتوفر لها الدعم المادي اللازم لتوفير المواد التعليمية وبعض الكيماويات البسيطة اللي يمكن استخدامها في إجراء تجارب لتعليم الأطفال وفتح المعامل للأطفال. إذا كنا عايزين نربط الأطفال بمؤسسات الدولة، فلا بد أن تفتح مؤسسات الدولة
أبوابها للأطفال عشان يستفيدوا منها. يعني أنا مثلا أخطب بالقرب من جامعة القاهرة، لو أنا ما تعلمتش في جامعة القاهرة لا يربطني شيء بجامعة القاهرة، هي بالنسبة لي مبنى حكومي له سور عالي قصاد الشارع. عايزين يبقى في ربط، عايزين الجامعات تقوم بدورها المجتمعي، وده جزء من تقييم أعضاء هيئة التدريس، ده أحد برامج أكاديمية البحث العلمي. لكن الجامعة التي ستشارك في برنامج جامعة الطفل ستوفر لها الأكاديمية الدعم المادي اللازم وتزودها بالمواد التعليمية الابتكارية، الأفلام ثلاثية الأبعاد لتعليم العلوم والرياضيات، وبالمواد التعليمية المناسبة ومصادر المعلومات. وكل جامعة تحتضن على الأقل 100 طفل من الموهوبين في الإقليم الجغرافي الخاص بالجامعة. عايزين لما كل جامعة تحتضن 100 طفل، عندنا ما يقرب من 24 جامعة، يبقى كل سنة بنتبنى من 2000 ل 2400 طفل، بنعرفهم يعني ايه علوم، بنكتشف مبكرا جدا ميولهم العلميه ايه بالظبط. ده احد مشروعات اكاديميه البحث العلمي. مشروع علماء الجيل القادم هو او ساينتست فور نيكست جينيريشن معروف، هو اكاديميه البحث العلمي بتدي منح لدراسه الماجستير لافضل 100 خريج على مستوى الجامعات المصريه. ودي يعني انا شرفت ان انا شاركت في احد في هذا المشروع في برامج في مراحل سابقه. ال 100 طالب اللي بيحصلوا على منح أكاديمية البحث العلمي دراسة الماجستير هم أفضل 100 طالب على مستوى الجامعات المصرية بالكامل، أفضل من حيث التقدير التراكمي، من حيث المؤهلات، من حيث التدريب، من حيث المقترح البحث المقدم وخلافه. فبرضو لما كل سنة نضيف 100 باحث شاب جديد إلى القاعدة العلمية في مصر فهذا شيء جيد جدا جدا. هناك برنامج آخر تتبناه أكاديمية البحث العلمي وهو دعم مشروعات التخرج لطلاب الكليات العملية زي كليات الهندسة والعلوم والزراعة. وأكاديمية البحث العلمي دعمت العام الماضي ما يقرب من 500 مشروع تخرج بميزانية تصل إلى 8 مليون جنيه، هذا تمويل كتير جدا. ده أيضا أحد البرامج لدعم وتمكين الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا. لدينا برنامج جسر أو جسور التنمية لربط علماء المصريين في المهجر بالعلماء في الداخل. هناك حزمة من المشروعات لبناء القدرات وتمكين الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا في أكاديمية البحث العلمي. أنا بس حبيت أنتهز الفرصة وأقول لزملائي اللي هم يعني شرفوا بالانضمام لعضوية أكاديمية الشباب، هي مش عضوية فخرية، مطلوب منكم مشاركة حقيقية. سيادة الوزير الدكتور شريف حماد بالفعل قبل أن يتم الإعلان، وأنا بتكلم في حضور الدكتور شريف وفي حضور الدكتور سيد عبد الخالق، لأن احنا كلنا تقريبا مرتبطين، فأعضاء الأكاديمية هم من الجامعات المصرية والمراكز البحوث. الدكتور شريف أخذ أسماء الناس بالفعل عشان يشركهم في الجهود الجارية لإعداد استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا وبعض الخطة المستقبلية والتكنولوجية وخرائط الطريق. كمان في اتجاه أنه يتم إشراكهم في المجالس العلمية بأكاديمية البحث العلمي. احنا كنا دائما وأبدا بنتباكى على تهميش الشباب، مفيش فرصة، مفيش إعطاء فرصة للشباب. أنا بعتقد أن الفرصة موجودة ومفيش فرصة أكتر من أن الوزيرين اللي هم يعني المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بيشرفونا رغم كل التزاماتهم. ويعني انا مقدر يعني الدكتور سيد، انا يعني بس تسمحوا ان هو يجي من المكتب الشغل اللي عنده قد ايه الدكتور شريف. فهم جايين ليه؟ هم بصراحه جايين عشان عايزين يساعدوكم، عايزين اكاديميه الشباب المصريه للعلوم تؤدي دورها على الوجه الاكمل. اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا هي مجرد فاسيليتيتور، لن نتدخل في اختيار الاعضاء ولا في السياسات ولا في المشروعات ولا في الدراسات، فقط سنوفر لكم الجو المناسب والبيئة المناسبة انكم تؤدوا عملكم على الوجه الاكمل. عايزين تعبروا عن نفسكم في مجال العلوم والتكنولوجيا، عايزين نشوف رؤياكم او رؤاكم المختلفة في المشروعات القومية. انا طولت كتير بس انا كان لازم اقول الكلمتين دول. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر معالي الوزير الاستاذ الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، معالي الوزير الاستاذ الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي، كل زملائي اعضاء اكاديميه الشباب الجدد الف مبروك، كل ضيوفنا الاعزاء من الدول المختلفه، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله.